بين الجمهورية القوية والعهد القوي. كيف يبدو الواقع السياسي في لبنان بعد 3 سنوات على العهد؟ كيف يقرأ أحد صانعي التسوية النتائج؟ ما هي أفق العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر؟ وهل انقطع الاتصال بين معراب وبعبدة رئيس حزب القوات اللبنانية في إطلالاته الأولى والحصرية ضمن برنامج صار الوقت يجيب على الأسئلة ويشرح الأوضاع السياسية الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية من العهد إلى الحكومة إلى الانتخابات النيابية والرئاسية وخارطة التحالفات؟ الدكتور سمير جعجع ضيف مرسال غانم في صار الوقت الخميس 1 آب 9:30 مساء مباشرة على الـ MTV.